برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. فكرة التحول الرقمي وانه حياتنا تبقى اسهل، ما يبقاش فيه معاملات ورقية، ما يبقاش فيه تعامل مباشر مع المواطنين من قبل الموظفين في الهيكل الاداري للدولة، انه كل حاجة تتعمل على الانترنت والحياة تبقى سهلة كده، ده اللي بتتجه ليه الدولة في الوقت الاخير. لكن ازاي ده هيحصل؟ ايه العقبات اللي ممكن تواجه النظام ده؟ ايه المتطلبات اللي المفروض تبقى موجودة عشان نقدر نطبق فكرة التحول الرقمي؟ كل ده هنسأله النهاردة للمهندس وليد حجاج، خبير امن المعلومات. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني ايه تحول رقمي؟ هو عشان نبسط المعلومة طبعا بأبسط أشكالها، التحول الرقمي هو إن الدولة كلها بتعتمد في كل التعاملات زي ما حضرتك ذكرتي تبقى من خلال حاجات ديجيتاليزيشن ومن خلال وسائل الاتصال، ما يبقاش فيه تعامل بالعملات النقدية، يبقى التعامل من خلال بنوك. حضرتك لما تروح تشتري حاجة ما فيش حاجة اسمها تدفع كاش، يبقى كله تعامل من خلال كروت ائتمان، حسابات بنكية وقنوات شرعية بتعتمد في أساسها على التكنولوجيا والاتصالات بينها وبين بعضها. ده بقى هيخلي كل الناس تعلن اللي عندها، يعني مش هيبقى في اقتصاد سري. دي حاجة. الحاجة التانية تقدري حضرتك برضو من خلال التحول الرقمي ده، لو فرضا عندك موظف ممكن يكون مرتشي، هتقدري تعرفي من خلال حجم مشترياته اللي هو بيعملها لا يتناسب مع دخله اللي هو بياخده، فتقدري تحددي. وده صح. بعض الدول بره عملت الكلام ده، لما يلاقوا مثلا موظف رايح يشتري هدية لزوجته بقيمة مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع دخله، طب جاب الفلوس دي منين؟ كمان حاجة تانية، لما لقوه بيشتري حاجات كتيرة جدا وبدأوا يتابعوه، ودي من الحاجات اللي بتستخدم ضد السياسيين بره مصر، فيبتدوا يتابعوه يلاقوا ان الحاجات دي بيشتريها لزوجة أخرى غير زوجته الحقيقية أو الأولانية، فيعرفوا ان هو متزوج. كل دي حاجات يمكن استغلالها من خلال التحول الرقمي. بس هو الأظرف في التحول الرقمي ان حضرتك مش تحتاجي كل حاجة انك تروحي للجهة عشان تصدري مثلا شهادة أو ورقة أو أي حاجة. مثلا يعني التحول الرقمي ده ممكن يغير حياتنا إزاي؟ يعني حضرتك أبسط حاجة موجودة دلوقتي تقدري بتطلعي بيانات شخصية لحضرتك في بعض الحاجات من خلال الإنترنت من موقع الحكومة والبوابة الإلكترونية. إنك تعملي مثلا لو بطاقتك سارية وعايزه تطلعي بدل فائد تقدري تعملي بدل فائد من خلال الانترنت وتطلعي بطاقه ثانيه. لو فرضا حضرتك عايز تستعلمي على مخالفات العربيه بتاعتك ففي نيابه مرور موجوده اونلاين. كل دي حاجات وتحول رقمي بيعتمد فيه على استخدام التكنولوجيا واستخدام الاتصالات اللي موجوده والبنيه التحتيه للدوله في مجال الاتصالات. طب والتعامل المالي بقى؟ التعامل المالي هيبقى من خلال زي ما حصل من فتره، وده حصل من فتره طويله، ما فيش حد في الدوله بيقبض مرتبه في ايده كاش، بقى دايما بيتم تحويل المرتبات في كل الجهات للبنوك. يعني كل واحد بيبقى عنده كارت بتاع اي تي ام خاص بالبنك اللي تابع شغله، بيجي له عليه التحويلات بتاعه الفلوس اللي بيقبضها وهو بيستخدمها من خلال البنك. فده جزء من اجزاء التحول الرقمي، او يعني كانت درجه بدات من 4 سنين او اكتر للتحول الرقمي. طيب هل احنا عندنا خطه بنقول ان احنا في خلال سنه كذا هتكون الدوله كلها تحولت رقميا؟ هو من وجهه نظري الشخصيه هو الموضوع اصله يعني كبير قوي، مش كبير لأنه صعب أنه يتحقق، ولكن هو متغيراته وعوامله اللي محتاجة عشان يتحقق بشكل سليم كبيرة. ما هو ممكن يتحقق التحول الرقمي خلال 2 أو 3 أو 4، بس هل هينجح النجاح المتوقع والمرتقب في الفترة دي؟ لأن في الآخر احنا بنعتمد على العنصر البشري، العنصر البشري اللي هو المستخدم. هل العنصر البشري مؤهل ان هو يستخدم التكنولوجيا بالظبط؟ اذا كان النهارده ما زلنا في الوقت اللي انا قاعد مع سعادتك فيه ده في ناس كتيره جدا في اماكن حساسه واماكن متخذ قرار ما يعرفوش يتعاملوا مع التليفون السمارت بشكل سليم، على الأقل يحموا نفسهم إن حد ياخد من عندهم معلومات أو إن هو يستغل أي بيانات أو أي حاجة هو بيقولها في أي اجتماع قاعد فيه. وبالتالي إحنا لازم يبقى في عندنا رفع للوعي التكنولوجي والثقافي الأول للناس، علشان لما أجي أدي لحضرتك حاجة تعرف تستخدميها بالشكل الأمثل والصحيح. يعني مثلا الإمارات العربية المتحدة أخذت قرار إنه على 2016 طبعاً ده من سنتين هتكون البلد كلها تحولت رقمياً، وفعلاً يعني على 2016 الإمارات تقريباً ما فيش فيها مؤسسة بروح أطلب ورقة وأدفع فلوس كاش، يعني ما بيحصلش ده. فإحنا عندنا مشكلة حضرتك زي ما قلت في الفكرة إنه المستقبل ما عندوش خبرة أو خلفية تكنولوجية، كمان اللي بيقدم الخدمة ممكن ما يكونش عنده الخبرة دي، فكرة كمان وجود أجهزة في المصالح والمؤسسات وما إلى ذلك. طب إحنا هنتغلب على العقبات دي إزاي؟ ما هنتغلب على العقبات دي باللي بيحصل دلوقتي، بأن معالي رئيس الدولة بيؤهل كل الجهات الحكومية وبيساعدهم إن هم يبتدوا كلهم يتحولوا التحول الرقمي ويعتمدوا اعتماد كلي على التكنولوجيا. يعني حضرتك أكيد سمعت إن الدراسة في الفترة الجاية هتبقى من خلال استخدام أجهزة تكنولوجية مش من خلال استخدام الطرق العادية. سمعتي برضو أكيد حضرتك إن بعض المدارس تم التقديم ليها من خلال موقع إلكتروني
على الانترنت. اه صحيح هو الموقع تم سرقته وعملوا موقع تاني، بس بغض النظر تجربه وبنتعلم منها، بس في تحول بيحصل من وقت للتاني. كل الخدمات بقت دلوقتي بيتم اضافتها على موقع البوابه الالكترونيه بتاعت الحكومه، بحيث ان حضرتك تقدري تعملي كل حاجه من خلال وانت قاعده في البيت تعملي. طبعا وسائل الدفع، حضرتك عندك وسائل دفع كتيره جدا بيتم استخدامها اونلاين من غير ما تروح الجهه نفسها. يعني حضرتك لو حتى على دراية ادفع لما تجيلي الخدمه، يعني مثلا لو انا طلبت شهاده مثلا استخرج شهاده بطلبها وبتجيلي على البيت وبدفعها بعد ما بتجيلي، او بتدفعيها يعني من خلال كارت الائتمان اللي مع حضرتك من خلال الموقع اللي موجود. ما هو ده متاح وده متاح. طبعا ده مش ده بس، حضرتك تقدري تدفعي فواتير التليفونات من خلال مواقع الكترونيه. في انا شخصيا يعني نادرا ما بنزل اروح لجهه معينه عشان ادفع فلوس، بعمل كله من خلال الخدمات الالكترونيه اللي متاحه. التحول الرقمي بقى ان كمان خدمات الدوله كلها، الخدمات الاساسيه والرئيسيه، تبقى بتعتمد على التكنولوجيا ومتصله ببعضها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك النهارده لما تروحي تشتري حاجه، تشتري شقه مثلا من مكان ما، فيبقى معروف بمجرد ما هيدخل بيانات حضرتك الرقم القومي، حضرتك عندك كام شقه، عندك كام عربيه، ساكنه فين، الداتا بتاعتك كلها موجوده. ده من خلال حاجه اسمها سنتراليزيشن، ان يبقى في يعني مركز موحد عليه كل البيانات بتاعت حضرتك الخاصه بيكي من كل حاجه، وكل الاجهزه مربوطه ببعضها. ده يعني بيحمل الدوله عبء بقى حمايه المعلومات دي. هل طبيعي احنا عندنا سيستم او نظام معين ممكن يحمي المعلومات دي؟ عندنا سيستمز، بس بينقصنا حاجه اللي انا لسه ذاكرها لحضرتك من شويه، ان ممكن موظف صغير نتيجه عدم درايه يكون سبب في تسريب معلومه او سبب في اختراق طبعًا نظام طبعًا. فبالتالي اللي انا بقوله لازم يبقى في كوادر بشكل متصل تقوم على توعية الشباب وتوعية الناس المسؤولين وتوعية الناس اللي هتبقى في أماكن قيادية بكيفية التعامل السليم مع التكنولوجيا. ودي أهم من وجود التكنولوجيا. أنا ممكن أجيب لحضرتك عربية آخر موديل وحضرتك ما تعرفيش سوقي، هتعملي حادثة، هتبوظ العربية وهتضري نفسك. وبالتالي هي الفكرة كلها إن الناس يبقى في منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي، يبقى في تواصل في تقديم المعلومات، زي ما حضرتك كده في فترة من الفترات كان في خطة لمحو الأمية في البلد. الناس ما بتعرفش تقرا وتكتب. ليه ما يتعملش خطه لمحو الاميه التكنولوجيه؟ ان يبقى في مراكز التدريب بتاعه مراكز الشباب، الجامعات، الاماكن دي كلها. يعني انا وكذا حد تانيين في نفس التخصص بنعمل كده، بس لما يكون ده توحيد جهود بقى وتظافر جهود وبمظله من الدوله ان في اتجاه يبقى على نطاق واسع نعمل الكلام ده، هيبقى نتائجه اسرع وفي نفس الوقت هتؤتي ثمارها بشكل جيد جدا وتؤهل الناس لاستخدام التكنولوجيا بشكل سليم. خليني اقول لحضرتك برضو انه في بعض الاحيان احنا مثلا واحنا بنتعامل مع بنك او بنتعامل مع مؤسسه حكوميه، الكلمه المشهوره كده اصل السيستم واقع. ده عيب ايه؟ يعني هل ده عيب ضعف امكانيات ولا ده عيب موظفين ولا ده يعني ده عيب ايه؟ ما هو ما انا محول البلد كلها تتعامل بشكل رقمي، لما ادخل بنك ويقعدني 3 4 ساعات عشان السيستم واقع، ده معنى ايه؟ بصي، هو تحديدا الجمله اللي حضرتك قلتيها دي انا عملت فيديو لايف كان عنوانه اصل السيستم واقع. ده كانت تجربه شخصيه انا مش هحكيها لحضرتك كلها، بس هقول لك مقتطفات منها. ان انا رحت اعمل احد اجراءات في مكان ما، بدفع تجديد الدي اس ال، فمعلش اصل السيستم واقع. فروحت قعدت في كافيتيريا علشان اضيع الوقت على ما المكان يشتغل، فجيت احاسب الكارت الائتمان قال لي معلش اصل المكنه مش شغاله والسيستم واقع. دي كلمه شائعه، وده بيرجع لبرضه لعوامل تانية كتير. اولا ان البنية التحتية بتاعتنا كدولة مصرية ليست مؤهلة 100% للتعامل مع التكنولوجيا والاعتماد عليها بشكل رئيسي. لسه ما زال عندنا مشاكل في خطوط التليفون، مشاكل في الاتصالات ما بين السنترالات وبعضها. بالزبط. ان في مشاكل كتيرة مش عايز اذكر المشاكل اللي موجودة وهو في اتجاه لحلها، بس طبعا هي بدأوا يحلوها من حوالي مثلا 3 او 4 سنين، واستبدال الخطوط النحاسية بخطوط فايبر لمد سرعات اعلى وحاجات من هذا القبيل. فلسه ما زلنا الى الوقت الحالي البنية التحتية غير مؤهلة 100% للتعامل والاعتماد الكلي على التكنولوجيا. سرعات الانترنت بتتدخل في فكرة طبعًا انه يكون في طبعًا سرعة في اداء الخدمات من خلال الرقمية، يعني طبعًا في مؤسسات الدولة المختلفة. اقول لحضرتك ليه؟ لان حضرتك النهاردة كشركة في طبعا حضرتك اكيد سمعت عن الحوسبة السحابية اللي هي الكلاود كومبيوتنج، ان يبقى في كلاود والناس حاطة الداتا بتاعتها عليها. حضرتك الشركات عشان تتعامل على الكلاود دي محتاجة سرعات انترنت عالية.
حضرتك شخصيا عشان تتعاملي مع الانترنت بشكل سليم وترفعي معلومات وكده محتاجه سرعه انترنت عاليه. حضرتك عشان تؤدي خدمه على موقع الكتروني، يعني هقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤثر على اداء الخدمه، انا شخصيا كنت بعمل حاجه اجراء معين بدفع حاجه، وعشان الانترنت ما كانتش بالشكل اللي يتناسب مع اداء الخدمه دي فعلقت، فبقت اتخصم مني حساب الفلوس والخدمه ما اتعملتش. فلازم بكلم خدمه العملاء عشان يعمل لي استرداد للمبلغ. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان من ضمن العوامل الرئيسيه غير البنيه التحتيه سرعات الانترنت المفروض تكون بشكل اكبر بكتير من اللي موجود عليه في الوقت احنا الحالي. عندنا اتجاه نطور في النقطه دي ولا لا؟ طبعا. بصي حضرتك اصل في حاجات كتيره جدا، يعني في يعني المعايير اللي عشان نتحول رقميا 100% ونبقى زي الامارات لا محتاجين مجهود كبير. الامارات حضرتك كمثال حضرتك ذكرتيه، انت بتقفي على مكنه في الشارع بتجددي الرخصه وتطلعي الطاقه يعني وتدفعي المخالفه. في انبهار كده، يعني انا لما قريت على فكره التحول الرقمي في الامارات انبهرت انه ازاي ده بيخلي حياه المواطن فعلا سهله، ما بيخليهوش يضيع جزء من يومه في طابور ما ملوش لازمه عشان اعمل ورقه. اللي احنا كنا لسه بنقوله، اولا في سنترلايزيشن، يعني حضرتك مجرد ما بتحطي البطاقه بتاعتك اللي هي عليها الشيب زي كارت الائتمان بتاع البنك، هو عارف حضرتك مين، عنده داتا بتاعتك كعربيه وكشقه ومخالفات عملتيها وتجديد عايزه تعمليه، عنده البيانات كلها بتاعت حضرتك. هو مش محتاج يرجع لكذا جهه، لان كل الجهات مربوطه ببعضها، ده نمره واحد، كل الجهات عندها البيانات بتاعت حضرتك السليمه ويتم التعاون ما بينهم في مكان واحد يتم تخزين الداتا فيه، وبالتالي سهل جدا اداء اي مهمه او اي خدمه من خلال مكنه في مكان في الشارع. ازاي ده بقى ممكن يقضي على البيروقراطيه؟ هو هيقضي على حاجات كتيره جدا، هيقضي على البيروقراطيه، هيقضي على الإكرامية والفساد، هيقضي على الفساد، هيقضي على ضياع الوقت. يعني في استفادات كتيرة جدا موجودة منه. يعني أنا واحد من الناس اللي بقول يا جماعة لو هو مثلا تجديد الرخصة مثلا على سبيل المثال بعشرة إكس من خلال المرور، اعمله بثلاثين إكس وبخليه من خلال النت، الناس هتقبل، هيرحم ناس كتير. ده بيبقى يوم يعني اصل هي 10 اكس دي بتبقى دي الرسميه، ما انا بدفع 30 اكس بالظبط، اركن العربيه بفلوس وعشان ده يدخلني بفلوس فالموضوع لو اتعمل بالشكل ده الفلوس اللي بتخش بطرق غير شرعيه لاشخاص مش مخول ليهم ياخدوا الفلوس دي تخش للدوله اولى. يبقى احنا كده فدنا الدوله. انا بتكلم بجد، يعني انا النهارده اما اروح ادفع 10 جنيه عشان اجدد الرخصه وادفع عليها 10 او 15 جنيه تانية اكراميات، طب ما ندفع 25 جنيه ال10 تخش للدوله وال15 كمان يخشوا للدوله ومن خلال الانترنت، وانا وفرت وقتي ومجهودي. ده هيتم من خلال التحول الرقمي، هيمنع الكلام ده كله. وفكره بقى يطلع لمدام سعاد في الدور الثالث وروح هات لي الطابع من الدور الرابع وامضي مش عارف ايه، والكلام ده على فكره مش يعني مش في جهه واحده، ده في كل حته، كل الجهات طبعا للاسف للاسف. فبالتالي هيقضي على الكلام ده كله، فالتحول الرقمي دي حاجه كويسه جدا. طيب ازاي ممكن ده يكون يعني واجهه حضاريه محترمه تجذب مستثمرين؟ ما هو هيسهل بقى على المستثمر في حاجات كتيره جدا، ان هو ساعتها مش محتاج يلف على اكتر من جهه. زي فكره موضوع الشباك الواحد اللي كانوا من فتره الحكومه طرحته وقالت احنا شغالين فيه، واعتقد ان هو اشتغل خلاص بالظبط، بحيث ان هو الراجل المستثمر يبقى عنده مكان واحد، برضه هيبقى ما يحتاج يعمل حاجه يبقى عنده مكان واحد من خلال التحول الرقمي. والاهم من قصه التحول الرقمي برضه اللي انا لسه قايلها لحضرتك، فكره الوعي عند الناس، لان هيبقى التحول الرقمي ده كل حاجه اونلاين وكل حاجه ديجيتال، ده هيدي مساحه اكبر لمشاكل اكتر والاختراقات اكتر والاستغلال للخدمات دي بشكل غير سليم ويسيء ليها اكتر طبعا، لان بالتالي في ناس ممكن تستغل ده. ان هو ما هو في نقطه زي ما حضرتك، في ناس كويسه في ناس وحشه طبعا، ممكن حد يخش على موقع من المواقع دي وبشكل ما يصدر ورقه مش من حقه انه يصدرها، او واحد يصدر ورقه بدلا عن شخص زوج او زوجه وخلافات اسريه ومحاكم، وبالتالي الموضوع ممكن يخش معايير كتير جدا، فلازم يبقى الناس فاهمه كويس ازاي تتعامل مع التكنولوجيا. وفي امن للمعلومه، يعني حضرتك كويس انك فتحت النقطه دي. في ناس لحد النهارده بتخاف تتعامل ببطاقات الائتمان على الانترنت لانها خايفه يكون في سرقه، خايفه الرقم بتاعها يكشف لاي حد فيتم سحب، يعني انا شفت حوادث من النوع ده. ازاي المواطن يكون عنده ثقة انه بياناته هتبقى محفوظة، هيبقى في امن للمعلومات المتداولة ما بينه وما بين الجهات المختلفة؟ مبدئيا معظم البنوك ان لم تكن كلها دلوقتي، حضرتك عشان تعملي اي معاملة من خلال الانترنت لازم في وسط المعاملة بتجيلك رسالة من البنك فيها رقم كودي مكون من 6 أرقام تدخليه على المعاملة اللي على الكمبيوتر عشان يضمن ان اللي بيعمل المعاملة ده صاحب الكارت. انا النهاردة لو سرقت الكارت من حضرتك مش هبقى سرقت الموبايل، رقم حضرتك اللي موجود في البنك اللي هو ايا كان يتبع اي شركه بيجي لك عليه رساله تقول لك كود المعامله اللي بتعمليه ده 1 2 3 4 5 6. تمام، انا النهارده بعمل المعامله ومعايا الكارت بتاع حضرتك، اول ما دخلت الرقم بتاع جالي مسج على موبايل، هيجي لك انت المسج مش هتجي لي انا، هتيجي لصاحب الكارت تمام اللي بياناته في البنك،
وانا بعمل معامله هيقول لي دخل الرقم اللي جالك في رساله. طب لو الموبايل مش معايا هجيب الرقم منين؟ المعامله مش هتتم. وبالتالي محدش يقلق من التعامل على الانترنت. طبعا انا بتكلم على المواقع المصريه، اما المواقع الاجنبيه الموضوع ده ما بيبقاش موجود فيها قوي. مواقع الشراء اللي اونلاين اللي هي بره مصر، لا حضرتك بتحط رقم الكارت وتاريخ الانتهاء، وممكن يكون بيستغل ويستخدم في اغراض اخرى ويتم سحب اكتر من مره منه، وارد. وبالتالي في معايير مهمه للقصه دي. نمره واحد، الموقع اللي انا بشتري منه هو موقع كبير ولا صغير؟ ليه اسمه سمعته ولا ايه بالظبط؟ نمره اثنين، هل الموقع عليه حاجه اسمها كونتاكت اس او اتصل بنا وعليه رقم تليفون؟ لان في ناس كتيره جدا بتحط على المواقع اتصل بنا، تيجي تخش عليها ما تلاقيش حاجه، لا تلاقي فورمه تحطي فيها اسمك وايميلك وكتابه بس كده ومفيش رقم تليفون للتواصل. او يكون الموقع مثلا العنوان بتاعه HTTP وليست HTTPS، يعني الويب سايت مش سكيورد، مش مؤمن. ما بيستخدمش الاساليب التكنولوجيه اللي تحمي المعلومات. نقول تاني كده عشان يبقى الموقع مؤمن، مكتوب ايه بدايته؟ العنوان بتاعه قبل www يبقى في حاجه اسمها HTTPS اوكي، اللي هو سكيورد. سكيورد دي برضو مش معيار، بس انا بقول لحضرتك دي كلها حاجات بدائيه تخلي الشخص اللي بيعمل معامله يبقى مطمن شويه، بخلاف اسم الموقع وحجمه، ومش مش هيضحي بسمعته علشان حاجه بسيطه في كارت من واحد هياخد منه كام يعني. وبالتالي كل دي معايير. الاهم من كل ده وده التعامل مع المواقع المصريه من خلال كروت ائتمان، ما فيهوش اي مشكله خالص، لان حضرتك الجهه اللي خدت الفلوس مصريه والكارت مصري، فمن السهل الرجوع للبنك او الرجوع للجهه ويتابع المعامله بتاعته بدون اي مشاكل. الأظرف من كده كمان، الكروت نفسها اللي الناس بتستخدمها أونلاين ممكن إصدار كارت من البنوك الوطنية تحديدا، هو موجود في كل البنوك بس في البنوك الوطنية وحضرتك واقفة بيطلع لك الكارت اسمه كارت إنترنت، ده بيتشحن زي كارت الموبايل. تحط فيه 1000 جنيه تشتري بيها، خلص ال 1000 جنيه الكارت بقى فاضي. بالظبط، غير الكارت بتاع القبض ما بيعرضنيش لأن أنا ممكن أفقد مبلغ كبير بالزبط مثلا. بالظبط، لأن لو حساب جاري وفي مبلغ كبير هيتسحب منه لغايه ما هيخلص. تمام، فكل دي معايير برضو الناس المفروض ايه تبص لها. الاهم من ده وده ان انا حضرتك لو الطريق طريقه الدفع اللي متاحه عندي طريقه غير الدفع المباشر من خلال بعض الشركات، يعني في شركات اونلاين الشركات دي شغلتها دفع، يعني هي وسيط زي باي بال، يدفع من خلال باي بال وما يدفعش من خلال الكارت المباشر. ليه؟ الشركة دي تحديدا، الكلام ده بالنسبة للمواقع اللي بره مصر، الشركة دي تحديدا بتضمن للبائع وللمشتري حقه. والشركة دي بتاخد مني انا ازاي بقى؟ بتاخد منك من الكارت. من الكارت، يعني حضرتك بتفتحي حساب وتحطي فيه بيانات الكارت، هي بتخصم من الكارت وتدي للراجل اللي عايز الفلوس. تمام، والعمولة بتاخدها من الراجل اللي خد الفلوس مش من حضرتك. يعني القيمة ب 10 جنيه. ده ضمان آخر لفكرة الشراء من مواقع أجنبية. في قوانين عندهم، لو هو لقى ان في مشكله عند الراجل التاجر اللي بيبيع لحضرتك بيرجع لك فلوسك منه وهو بيضمنها لك. ولو الراجل التاجر ده خلال 60 يوم في اي مشكله ترجعي لشركه باي بال تجيب لك الفلوس، ولو حصل وتكرر من التاجر بيقفلوا عنه التعامل معاهم، وبالتالي بيبقى التعامل اظرف بدل كارت الفيزا. طيب لو احنا هنتكلم على الواقع المصري بقى واحنا بنتعامل من خلال الانترنت في الخدمات المختلفه، اولا حضرتك قيم لي لو تعاملت الكترونيا في الخدمات المقدمه من الدوله حاليا شايفها بنسبه كام في الميه ناجحه، الفيدباك بتاع حضرتك عنها، ولو في تطوير ممكن يبقى ايه. هي الخدمات اللي متاحه حاليا مش كامله، يعني في بعض الخدمات موجوده وبعضها مش موجود، وفي بعض الخدمات موجوده ومفيش اتاحه الفرصه للدفع. تمام، يعني يدي لحضرتك بس الحاجه ويقول لك لما تبقى تجيلك ادفعي كاش. ادفعي كاش، فيا ريت تبقى الخدمات كامله للاخر اقدر ادفع، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إضافة كل أنواع الخدمات اللي ممكنة، يعني مثلا على سبيل المثال في موضوع العربية في حاجات معينة لا أقدر أدفعها، وفي حاجات تانية بدفعها لشركة خارجية، الشركة الخارجية دي هي الوسيط في الدفع. طب ما ندفع كل أونلاين، يعني إيه اللي يمنع ندفع كل حاجة أونلاين بدل في وسيلة دفع موجودة على الموقع. تمام، الحاجة الأهم ليه التجديدات بتاعت أي حاجة في حياتنا، فواتير الكهرباء ليه ما ينفعش أدفعها أونلاين لغاية دلوقتي، فواتير المياه ما ينفعش ادفعها اونلاين لغايه دلوقتي، وليه ما اقدرش انا ادخل القرايه بتاعه العداد اونلاين بدل ما يجي لي كشاف، وفي مناطق كتير ما بيجيش كشاف والله الكهرباء. والله دي مشكله تانية انا مش عايز اقول لحضرتك، يعني هحكي لك على حاله بعينها. يعني في احد الاشخاص شخصين كبار في السن قاعدين في بيت، جالهم الشهر اللي فات وصل مياه بس ب 700 جنيه استهلاك مش عارف 105 او 110 متر مكعب. طبعا الرقم ده رقم كبير جدا حضرتك. بالنسبه لشخصين لا حضرتك، ده التقدير الجزافي للشقه 52 متر مكعب اللي اسمه جزافي، ده نتيجه ان شخص دخل قرايات غلط حطها علشان نسبه بقى العكس، دي مشكله. طب انا لو انا النهارده بقدر ادخل القرايات بتاعتي اونلاين ايه المشكله؟
كانت الخدمة دي متاحة لشركات الكهرباء على سبيل المثال على أبليكيشن من على التليفون، وكانت متاحة من خلال ويب سايت، وكان ليها أكتر من طريقة وبالتليفون. اتوقفت وبدأت البيانات دي في شركة بتيجي تاخدها. طيب الشركة اللي بتيجي تاخدها دي أيا كان إيه هي الشركة، ما بتجيش في أوقات منتظمة. لا ما بتجيش في أوقات منتظمة، وعندها عجز في الناس طيب. اللي بتشتغل وبيبقى برضو تقديراتها تقديرات جزفية. لا مش تقديرات جزفية، بقى بيحصل كالآتي حضرتك. النهاردة لما الراجل جاي ياخد القراية بعد 60 يوم أو بعد 50 يوم دخلني في شريحة تانية بالظبط كده حضرتك، فبتلاقي الفاتورة جاية 1700 أو 1800 بالظبط، في حين هو لو كان جه في ميعاده كانت الفاتورة هتبقى أقل من الألف، لأن هو دخلني في شريحة. وبعدين فكرة بقى التظلم وادفع وبعدين اشتكي، ما بقتش ما رجعنا للي احنا كنا بنقوله حضرتك من شوية، ان وجود الخدمات الالكترونيه والاعتماد عليها هيكون حاجه مفيده جدا، وهيمنع تدخل العنصر البشري وان يبقى فيه اخطاء وان فيه الكلام ده كله، ويمكن طيب. متابعته بسهوله. طيب احنا دلوقتي بقى بصدد انه في قانون يعني مفروض انه يطالب بحريه تداول المعلومات، واذا كنا بنطالب بقانون لحريه تداول المعلومات فاحنا كمان بصدد اننا نقف قدام الشائعات. تمام. يعني يمكن تصريح الرئيس بالامس تصريح مخيف جدا، انه 21,000 اشاعه في 3 شهور. طبعا هي اشاعات في كافه المجالات، يعني هي مش بس الشائعات اللي انتشرت او خدت حيز اعلامي كبير، لكن كمان في شائعات تخص مثلا الاسكان، الصحه، التعليم، الميه كده، الحاجات دي. فاحنا ازاي نقدر نعمل قانون يحترم حريه تداول المعلومات وفي نفس الوقت يحمينا من الشائعات؟ بص حضرتك، هي فكره عدد الشائعات انا مش هتكلم فيه، لان هو في ناس كتيره جدا قالوا ارقام، فانا مش هخش في حته هو الرقم قد ايه، لان انا يعنيني في الاخر ان في اشاعه بالظبط. في البدايه ايه هي الاسباب اللي بتخلي اصلا تواجد اشاعه؟ عدم وجود معلومه، دي نمره واحد. نمره اتنين، في بعض الجهات هدفها نشر المعلومه بشكل سريع دون التدقيق في صحه بالزبط. المعلومه بالظبط، عشان الفرقعه بالظبط، الترافيك، مرض الترافيك. في حاجه تانية كمان، عدم التوازن في عرض الافكار في بعض البرامج والاخبار الصحفيه، بمعنى ان انا اجيب طرف واحد للموضوع. أيوه. ما اجيبش الطرف الثاني فادي انطباع خاطئ. الحاجه اللي حضرتك لسه قايلها ان كمان ايه، حريه تداول المعلومه، انا جات لي معلومه كصحفي اعرف منين المعلومه دي صحيحه ولا مش خاطئ. صحيحه. طيب عارفه حضرتك مركز دعم اتخاذ القرار على سبيل المثال للحصر ليه ساعات بيتاخر في الرد على الشائعات؟ لان هو حضرتك لما بتجيله معلومه او بتجيله شائعه بيعمل استقصاء عليها ويتحرى، الشخص المسؤول والمخول له في الجهه دي بياخد وقت على ما يتحرى المعلومه ويجيب صحتها ويبلغها لمركز دعم اتخاذ القرار تكون انتشرت بسرعه، وبالتالي يجب وجود جهات شغلتها السوشيال ميديا بس. بما انه السوشيال ميديا بقت عصب من اعصاب الدوله حاليا، حضرتك اصلا معدل استخدام المواطن المصري واللي بقوله ده مش ارقام جزافيه من دماغي ولا تقديريه من عندي، في مواقع كتيره جدا عليها الاستاتستكس والاحصائيات دي. مصر رقم 9 في ترتيب الدول العربيه، رقم 9 بمعنى ان معدل استخدام المواطن المصري 8 ساعات و10 دقائق للسوشيال ميديا عامه، فيسبوك وتويتر وانستغرام وكله. معدل استخدام التليفون بتاعه على الانترنت 8 ساعات و10 دقائق. ده في اليوم الواحد. طب ده يعني ده مفروض يتفرد له ابحاث لوحده بالظبط، لان حضرتك مفيش حد فينا بيقعد يتفرج اصلا على التلفزيون ساعتين ثلاثه على بعض بالظبط، لكن التليفون نص ساعه في العربيه، نص ساعه عند الدكتور، نص ساعه في الشغل، بتلاقي وقت كتير. وبالتالي يجب تخصيص جهات شغلتها في كل حكومه، او بمعنى مش كل حكومه، في كل وزاره اقصد، يعني وزاره التربيه والتعليم عندها حد قاعد شغلته انه يرد على الشائعات الخاصه بالوزاره بتاعته، يتابع السوشيال ميديا اللي موجوده وكل ما هو ذكر عن وزاره التربيه والتعليم، وزاره التموين، وهكذا. ليه؟ عشان اقضي على الاشاعه في اولها. طيب في كمان ناس تانية بتبقى هي سبب في نشر الاشاعه دون ان تدري، وده هيرجعنا للي قلناه من شويه، عدم درايه الاشخاص اللي بتتعامل مع التكنولوجيا بيحدد ازاي دي اشاعه ولا مش اشاعه. انا كمواطن طبيعي جالي خبر بيقول حصل اكس واي زد، خدته قريته عملت له شير، انا مش بطلع اشاعه، بس انا بنقل خبر. انا اقتنعت بالخبر. ليه؟ لان انا مش فاهم كويس قوي ان ده اشاعه، ما عرفتش ليه انه اشاعه، لاني مش قادر اميز، عشان ما عنديش الثقافه اللي تقول لي ان انا اميز ده اشاعه ولا مش اشاعه. فنخش في الجزء اللي انا قلته لحضرتك من شويه، ثقافه المواطن، ده نمره واحد. كان في اشاعه الاسبوع اللي فات مضحكه جدا بتاعه البيض البلاستيك والسمك البلاستيك. لا البيض البلاستيك دي خدت مننا ايام يعني. وفي الاخر يعني هو لو الواحد يعمل بس دماغه يعني البلاستيك اصلا في تصنيعه اغلى بكتير من اننا نجيب يعني بيض او ننتج بيض. فالفكره نفسها فكره انه انا يعني منين من المعلومات، منين من الثقافه، منين من الفكر، زي ما حضرتك بتتكلم كده. بخلاف طبعا وجود الجرايد اللي هي المغموره، اللي هي اي حد بياخد دومين $5 عمل ويب سايت بدا ينشر عليه اخبار رئيس التحرير فلان ويبتدي يشتغل عليه. وعلى فكره ده
داخل من ضمن التجريم اللي جاي، يعني قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي توافق عليه من مجلس النواب مستني التصديق عليه من رئيس الجمهوريه، بمجرد التصديق عليه سيتم تطبيقه. واي حد عنده موقع الكتروني مجهول الهويه او هو نفسه شخص ما بلغش وخد التصاريح اللازمه ده هيبقى فيه عقوبات وسجن وغرامات كبيره. فاحنا كده اتكلمنا على الويب سايتس والمواقع الاخباريه، اتكلمنا ان حضرتك كمواطن ازاي اميز ما بين الاشاعه، يعني من السهل جدا اخد صوره حضرتك في اي حلقه واروح كاتب عليها كلمتين من تحت، وده حصل قبل كده طبعا، واقول ان ده خبر. حصل. اميز ازاي بقى ان ده خبر سليم ولا خبر مش سليم؟ طب لو كان فيديو اميز ازاي؟ طب لو كان كلام اميز ازاي؟ وللاسف احنا عندنا برامج قايمه اساسا على شائعات السوشيال ميديا، يعني ده للاسف الشديد، فاحنا كمان ما ينفعش نتعاطى مع البرامج دي. ده في حاجه كمان اكتر، ان في ناس هدفها الرئيسي ومدفوع لها انها تنزل اشاعات وتستغل اللي بيحصل في الدوله، فبالتالي لازم انا كمواطن ابقى فاهم لو هعمل شير اعمل شير لحاجه انا اكون متاكد من صحتها، وبالتالي لازم يكون الاخبار موجوده في اماكن انا كمواطن اقدر اتقصى الحقائق من موقع وزاره من صفحه معتمده، وده يتطلب السرعه في التعامل مع الشعب. بالظبط. انا بشكرك جزيلا يا باشمهندس، شرفتنا ومنورتنا، وكل حواراتك يعني فيها فايده كالعاده. هنستنى بقى للقانون بتاع حريه تداول المعلومات، وتشرفنا علشان نتكلم فيه بشكل مفصل. بشكرك جزيلا مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات، نورتنا وشرفتنا. بشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده، وكل سنه وحضراتكم طيبين، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.